مرحبا احبابي، اليوم بدي اعمل انا وياكم طريقة تحضير خبز التوم. كتير كتير طيبة وسهلة وبسيطة وعن جد بتعجب الجميع ان شاء الله. بتمنى تجربوا الطريقة. هيدا الشكل الحلو والرائع. لنبلش الطريقة مع بعض. بسم الله. اول شي بحط نص كوب حليب فاتر، نص ملعقة صغيرة خميرة، ملعقة صغيرة سكر. بتركن حوالي 5 دقايق لتتفاعل الخميرة. بس تفاعلت الخميرة بعد 5 دقايق، هلأ بحط نص كوب زيت نباتي. نص ملعقة صغيرة ملح. كمان كوبين إلا شوي بحط طحين. يعني كوب وثلاث ارباع الكوب حطينا طحين. بخلطهم شوي مع بعض. بعجنهم بالايد. بس صار عندي عجينة متماسكة بهيدا الشكل، هلأ بغطيها. مكان دافي وبتركها لتخمر حوالي ساعة. بعد ما ارتاحت عنا العجينة، هلا بدنا نمدها على الطبلية. بعد ما مديتها للعجينة بهيدا الشكل، حطها على ورقة الزبدة. بحطها على جنب. عندي هون 5 حبات ثوم، بحط فوقهم شوي ملح. كمان بنعمهم منيح. بحط فوق الثومات ملعقة طعم كبيرة مليانة زبدة وجبنة مثلثات. قطعتين جبنة بحط. إذا متوفر عندكم أي جبنة كريمي ممكن تدخلوها، ما في أي مشكلة. يعني تستبدلوا هيدي الجبنة بجبنة فيلادلفيا أو أي نوع جبنة متوفر عندكم. بخلطهم منيح مع بعض. هيدي الخلطة اللي بدنا ندهن فيها العجينة. هلا بندهن العجينة. بعد ما دهنت العجينة بالصوص اللي عملته أنا وياكم، هلا بدنا نحط على الوش جبنة وحبق، جبنة وبيزل. عندي هون جبنة مازوريلا وجبنة تشيدر. بخلطهم وبرشهم على العجينة. أكيد عم حمل الفرن على درجة حرارة 220 من الأعلى والأسفل. منرش الحبق آخر شي. منحطها بالفرن. هيدي الخبزة خبزتها بالفرن 10 دقايق. بتمنى الطريقة تكون نالت إعجابكم، وإن شاء الله بشوفكم بالفيديوهات الجاي. باي باي أحبابي.